والفقرة هلأ للتحقق من المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلى حل. بينضم إلي عبر مواقع التواصل الصحفي والمدرب بمجال التحقق من المعلومات محمود غزيل. صباح الخير محمود. يا هلا، صباح النور محمود. أول شيء خليني يعني مثل ما بيقولوا بادر وودي لك امتناني، لأنه فعليا على مواقع التواصل بس يكون الاشياء منا ظابطه بركض على تويتر تبعك لشوف محمود شو عم بيقول. صرت هيك مثل علامه عنوان لهالصوره مزبوطه ولا منا مزبوطه، وهيدا الشيء بفضل جهدك. بقى خليني عند هالصباح هيك عبر لك عن هيدا الموضوع لانك تستاهل. من الناس اللي كثير عم بيصوبوا كثير من المواضيع وهيك بتعملها بكل محبه. اليوم عبر مواقع محمود في كثير من الاخبار فيك نيوز، صور بيقولوا هيدي الصورة من هيدا الحريق، بتنبشها بتقول لا مش من هيدا الحريق، منشورة قبل مش مزبوط. أول شيء بداية يعني قبل ما أحكي عن تقنيا، شو الدوافع اللي بتخليك تعمل هيدا الشيء؟ أنا دوافعي يعني منا شخصية ولا شيء، ولكن عم شوف في فراغ عم يكون بالدور الإعلامي وببعض المؤسسات الصحفية بأنه ما عم يتم التأكد من المعلومات يلي هن كمؤسسات عم يرجعوا ينشروها. وبالتالي هذا الفراغ أنا شفت أنه بمهاراتي وبحب الاطلاع لإلي على التفاصيل شو اللي عم يصير حول العالم، أنا قادر نوعا ما عبي هذا الفراغ. ولكن طبعا المعلومة الغلط أو المشكوك فيها يعني أضعف بست مرات عن المعلومة، سوري، عم تكون هي أقوى بست مرات عن المعلومة الصحيحة. وبالتالي أنا الجهد اللي عم بعمله بحاول قد ما فيه، بس لأنه هيك يعني لو أنه تغيير طفيف بأنه الناس تتوجه على المعلومة الصحيحة. فيك تعطيني شوية أمثلة عن يعني أحداث بركي بلبنان غيرت عدلت بمفهومها من خلال خلينا نقول التحقق من المعلومات، ويعني كأنك تكشف أنها كانت معلومات خاطئة أو صور خاطئة؟ طبعا هو للأسف كل يوم عم يطلع معنا إن كان كتابات ولا صور ولا فيديوهات بتكون يعني فيها شيء من الغلط. ما فيني أقول إنها هي كلها يتغلط، ولكن في شيء جزء منها فيها غلط. يعني على سبيل المثال لما كان عم يصير في انتشار لصور حرائق من سوريا، كان عم يقولوا إنه هيدي بسوريا ولكن تطلع مثلا بأستراليا أو البرازيل. أو حتى خلال الساعات الماضية لما انتشر فيديو لناس عم تحط مساعدات بقلب بيكابات جنب أحد المتاجر، فطلع بعد له لا بالعكس كان المتجر هو عم يحط البضاعة له داخل هذا البيكاب. فدائما في هيدا المواضيع عم تنتشر بين الفترة والفترة. يعني عم بتقلي عفواً ولو قطعتك قبل ما تتابع، بس لأنه عم بتقلي وكأنه في نوعين حتى من إذا بدك من خلال هالنشر، إما الصورة بتكون بمكان آخر من مكان آخر ومنوضعها على حدث آخر، أو الصورة بتكون صحيحة لكن التعليق عليها ووصفها والمعنى اللي بنعطيها بيكون خطأ. صحيح، يعني هيدي المشكلة لما نقول نحن كلمة fake news، وهو تعبير أنا ما بحبه لأنه fake news أو المعلومات الكاذبة، يعني أنا عم بوسم كل هيدي الأخبار إنها غلط، ولكن مش الأمر هيك، يعني في جزء منها صح وفي جزء منها غلط. إيه يعني مثل قصة هذا الفيديو تبع المساعدات، لا الفيديو صحيح وشي عم يصير، ولكن الناس ترجموه لهذا المشهد اللي عم يشوفوه بطريقة غلط وكتبوا معلومات غلط حواليه، وصار تعرف لأنه نحن في عنا قلة ثقة بأجهزة الدولة والرقابة على الأعمال اللي عم يصير داخل لبنان، فالاتهامات بتصير سهلة. وبعدين لما يصير هذه الاتهامات موجودة طبعا في أشخاص لحب الشهرة وعدد لايكس وشيرز وتويت بيصيروا بيعيدوا نشر هذه المعلومات كرمال يحصلوا على هيدي نشوة الشهرة لفترة قصيرة، ولكن بنفس الوقت عم ينشروا المعلومات الغلط بشكل أوسع. فت على تويتر هلأ تبعك لقيت أنه آخر تغريدة من 22 دقيقة عن احتراق مبنى زها حديد بوسط بيروت. كيف لما بتحط يعني سؤالي، لما بتحط تويت بتشوف كمان بتتابع البقية شو عم بيقولوا، اللغط حتى بلغط المضمون، ولا فقط بتشوف اذا الصور منا او في شيء منه مزبوط فيها هيدا التغريده تبعولك؟
يعني مثلا في حدث صار لنقول هلا الاحتراق تبع المبنى بوسط بيروت. نعم. انا هيك يعني قبل ما بلش البحث بشوف انه يعني الا ما يكون في حدا يمكن نشر معلومه غلط، ان اوكي كان عن المبنى ولا ان كان عن تفاصيل شو اللي عم يصير، او حتى عم يجيب فيديوهات قديمه، يعني للاسف نحن ببيروت صار في ثلاث اربع حرائق كبيره، ايه. فكرمال هيك بتوقع يمكن حدا يكون عم يجيب فيديو من عمليه اطفاء او حريق قديم صار ويرجع ينشره انه هلا عم انه يصير هلا هذا عم الموضوع بيصير. وانتبهوا. محمود، بس بدي اقول انه عم توصل عم تورد يعني معلومات على انه تم السيطره على الحريق، يعني الحمد لله. هيدي شغله مهمه، بس لحتى انا كمان خبرك. محمود، شو الهدف؟ يعني اكيد انت لما بتشوف في دوافع، هل هي دوافع برايك سياسيه؟ لانه ما تنسى انه الشائعات هي وقود كثير مهم بالسياسه، واستخدامها حتى مرات استخدامها بتنفع كثير وبتضر كثير الخصوم بالسياسه. من وراء بحثك من وراء تدقيقك، لانه كمان بشوفك مرات بتشوف يعني بتشوف عند الاحزاب اللبنانيه لما بصيروا بتنمير على بعضهم بتلاقي انه مرات حطها ببعض الاخطاء بالنشر، شو الاهداف؟ هلا طبعا في المعلومات الغلط اللي عم تنتشر يلي بتكون هيك بسيطة، يعني ما في شخص عن جد بده يعمل أذى بالطرف الثاني، يعني مثل لما ينشروا صورة مثلا لمبنى ثاني لزاها حديد ويقولوا انه هيدا بوسط بيروت، انه هيدا خطأ اذا بدي اقول بريء نوعا ما. بس طبعا في احزاب ومجموعات سياسية وحتى مجموعات مسلحة كانت بالمنطقة هدفها تنشر هيك معلومات لتعمل نوع من خوف عند الطرف الثاني، تعمل ترهيب لهم، وطبعا تغير المفهوم العام يلي البلد او المنطقه عم تعيشه. يعني لما يكون في خناقه سياسيه مثلا بلبنان بتلاقي في مجموعات سياسيه عم ينشروا معلومات يعني جزء منها صحيح والجزء الاكبر هو غلط، إن كان من ناحية الصور ولا الكلمات ولا التعابير ولا حتى التاريخ اللبناني نفسه، كرمال يغلبوا رأي على رأي تاني ويخلوا يعني خصوصا للتويتر لأنه هو معلومات مفتوحة كل الناس فيها تتابعها وتراجعها، فبيخلوا أنه الناس تشوف أنه لا شوفوا مثلا بلبنان الرأي العام متجه لمرحلة تانية أو لجهة تانية عن اللي نحن متوقعينه. وهيدي أدوات الإعلام بشكل عام، ولكن هلأ صارت على السوشيال ميديا وصار في متخصصين وكوادر قادر اكثر بيغوصوا بهيدا العالم من المعلومات وبيحاولوا يتلاعبوا بالراي العام اللي عم يصير. شي مره اجاك شي تهديد او تعرضت لنوع من الخطر، خاصه وانه اذا كانت هالاخبار لها هدف مدفوع ثمنها؟ هلا طبعا لما يكون في موجه سياسيه او في حمله سياسيه عم تصير وانا مثلا بقول لا هيدا الشغله غلط او هيدي القصه ما صارت بتاتا، طبيعي يعني في اشخاص ببلشوا يوجهوا لي شتائم، بيهددوني، بيبعثوا لي رسائل على فيسبوك او على رقم تليفوني الخاص، فانا تقريبا صرت معود عليهم بانه يعني قد ما تقولوا انا عم جيب لكم المعلومه الصح. وللاشاره انا لما اقول مثلا انه هذا خطا او في شيء مضلل مش ظابط مش راكز على بعضه ببعث لهم المصادر بقول لهم شوفوا، يعني واحد اثنين ثلاثه، انا ما عم بقول شيء من عندي، انا عم اقول لكم هودي المراجع اللي انا اعتمدت عليهم، اذا هالمراجع فيهم شيء غلط هذا كان موضوع ثاني، ولكن المراجع اللي هي موثوقه او اللي الناس عم ترجع لها بشكل اساسي هي المعلومه الصح. يعني في كثير امور عم تمرق كان بالتاريخ اللبناني او بشخصيات معينه تم اغتيالها او اختفت او صار في مشاكل هجوم سياسي صار عليهم، بتعرف يعني الاحزاب والمناصرين للاحزاب بيحبوا هذا النوع من الزكزكه لما ينشروا معلومات مضخمه عن الطرف الثاني، فهون بيصير انه اذا ما في يعني وسائل اعلام عم تتناولها بشكل صحيح، المشكله الاكبر لما الوسيله الاعلاميه ترجع تعمل على سبيل المثال ريبورتاج بانه هيدا كان جو الشارع اللبناني وهذا اللي عم يحكوه بقلب الشارع اللبناني، فمشان هيك لازم يكون في جهه ثانيه يعني على الاقل عم تتاكد او عم تنصح الاشخاص بانه لا راجعوا شو عم يصير وما تضخموا الامور اكثر ما هي كانت. محمود، بتعرف يعني اليوم هيدا الشيء يعني هيدا الاعلام الجديد، هل هو الإعلام الجديد وتأثيره ونحن بقلبه ونحن بهالمخاض، يعني ما في مثل ما قلت ما في أثكس ما في أخلاقيات واضحة للتعامل معه، وفي مرات يعني ناس بتتجاوز هالخطوط بأنه فيها تنشر وفيها حتى تسبب ضرر، بس كل عمرنا بنعرف بالشائعات يلي كانت تصدر بطريقة خلينا صرنا نسميها كلاسيكية، كنا نعتبر أنه أو كنا نعرف أنه في كتير ناس بتصدق الشائعة وقد ما قدمت لها براهين ودلائل بتضل عم صدقة الشائعة،
ويضل في جزء من هالناس ما بدهم يقبلوا الحقيقة. خبرني عم بيصير معك، يعني بهمني تنقل لي الصورة على مواقع التواصل، في بعض ناس بتضل مصدقة الشائعة رغم أنك أنت بتعطيهم الصورة الحقيقية أو المعلومة الحقيقية أو يعني الحقيقة يلي مختلفة عن ما هني عم بيشوفوه. يعني أنا بعطيك مثال على قصة كورونا بلبنان. نعم. يعني تخيل بعد لحديث اليوم في ناس عم تموت وفي ناس عم تدخل مستشفيات، والمستشفيات حتوصل يعني للماكسيموم الفول كاباسيتي، ولحديث اليوم في أشخاص بلبنان بيقولوا لك كورونا كذبة واختراع، يا إما صيني روسي أمريكي إسرائيلي. يعني بيصيروا بيخترعوا أمور مع أنه كل شيء قدامهم، وحتى ممكن في أشخاص من ضيعتهم وقرايبينهم فاتوا على المستشفى وعلى خطر الموت من وراء كورونا. ففي أشخاص خلص مقتنعين بفكرة معينة بنظرية معينة، بأنه على سبيل المثال بأنه خلص الغرب بده يقضي علينا، بده يتحكم فينا، بده على سبيل المثال يزرع شرائح إلكترونية برأسنا من وراء كورونا. يعني دائما في هيك نظريات تطلع. هلا اللي هو عنده قابليه يتقبل الراي العام او الراي الاخر يعني باي موضوع كان، بيقول لك انه اوكي ممكن يكون معه صح، خلينا انا اطلع اكثر. ولكن اللي خلص متشبث برايه وما بده يسمع لحدا ثاني، وانه رايه هو دائما على صح او راي المجموعه اللي حواليه هي دائما على صح، فهيدا خلص مهما قدمت له براهين بيقول لك لا، ما هيدا مدفوع من جهه وهيدا ممول من جهه، فاكيد ما عنده معلومات صحيحه. في مشاهير او شخصيات سياسيه او يعني شخصيات عامه بتتسرع بالنشر اكثر من غيرها، وبترجع بتشوفها يعني بتصحح لها وبتندم وهيك، ولا صحيح لك الشخصيات المشهورة إن كان صحفيين، فنانين، مقدمين، ممثلين، يعني خصوصا أنا لأنه عم تابع بشكل خاص الشأن اللبناني، إيه؟ لا بشوف كتير منهم بيتسرعوا بنشر المعلومة، إيه؟ وأحيانا بيزيدوا إشي عليها مش منطقية بتاتا. يعني أحد الفنانين بيقول لك أنه لا كورونا كذبة وليكوا عم يحرقوا الجثث، فأكيد في شيء مخبيين وراه. أو حدا تاني بيقول لك لا، ما اللقاح ليكوا شو عم يعمل أمراض بجهات تانية، إنه لا في شيء مش منطقي بالموضوع، وفي يعني على الأقل ما استشرتوا دكتور متخصص بهذا الموضوع ليأكد لكم المعلومة أو ينفيها، مع إنه المشاهير يعني بتليفون بواتساب قادرين يعني يتواصلوا مع شخص مختص. فلما هيدي الأشخاص عم تنشر هيدي المعلومة، عم حاول كون أنا قدر المستطاع مثل ما بيقولوا بالمرصاد، يعني ابعث له إنه لا المعلومة أنت اللي نشرتها مش صحيحة أو غلط، فهيدي المراجع وهيدي الصور الحقيقية وشو اللي صار. في أشخاص بيبعثوا لي رسالة مثلا إنه شكرا وضحت لنا الأمر وما كنا عارفين الوضع هيك، بس في اشخاص ثانيين خلص بيعتبروا انه هيدا نوع ما هجوم على صورتهم، انه انا قلت لهم شيء غلط وبالتالي مش معقول هن يكونوا على خطا، فبيخلوا مثلا التغريده او المنشور او الفيديو اللي ناشرينه، وبتصير بعدين كوارث انه الناس بتقول ما شفتوا الفنانه فلانه نشرت هذا الموضوع او الممثله الفلانيه نشرت. انت بتنصح اذا كانت التغريده هيك، حاحكيك شوي التقنيات، بتنصح انه التغريده تنشال او انه تتصحح؟ اي اضبط برايك لحتى تصحيح الموضوع؟ بشوف انا بعض المشاهير تكون التغريدة خطأ بيتركوها، بس بيكتبوا بعدها تغريدة عم بيصححوا الخطأ، يعني مثلا أو مثلا بيقولوا بعتذر عن نشر هيدا الفيديو ما كان لازم انشره، بعده حاطه تحت. يعني شو قصدي؟ قال انه بيعبر انه هو كتير تأثر انه لازم ينشره بس تركه. قد ايه هيدا الشيء خطير؟ يعني قد ايه هيدا الشيء عن جد يعني قلت انه تركها، شوفوا الكذبة بس برجع بعتذر عنها. صحيح، يعني هيدي انا مشكله برجعها لنوع من جهل كيف وسائل التواصل بتشتغل. يعني ما بدي اقول يعني 100% هذا خطاهم، ولكن جهل بطريقه العمل، بانه انا نشرت تغريده غلط، ولكن اذا عملت كوت ريتويت ولا كتبت تحتها انه بعتذر هذا خطا، التغريده الاساسيه ما زالت ظاهره والناس فيهم يعتبروها مرجع لهم، وبالتالي هيدا عم تدينهم، يعني ما عم صحح لهم معلوماتهم قدام الراي العام. هيدا على تويتر، على سبيل المثال على فيسبوك انا في عندي خاصيه التعديل للمنشور، فيني زيد معلومات، نقص معلومات، شيل صورة، زيد صورة بشكل أريح أكثر. وبالتالي يلي عم نشوف المنشور النهائي الفاينل فيرجن عم نشوف انه لا في تم تعديل معلومات معينه، بينما على تويتر لا الكارثه عم تضل. وهيدا للاسف يعني بعدين اذا حدا عن جد عم يعمل دراسه او عم يتابع الوضع تبع هالفنانين او المشاهير على تويتر، هودي بتدينهم لفترات يعني للابد طالما هيدي التغريدات ما زالت موجوده على الانترنت. نعم، شو نصيحتك قبل ما نختم؟ كيف نتحقق من المعلومات؟ شو نصيحتك عن جد؟ لانه بتعرف الخبر الخاطئ او الفيك نيوز بيسبب ازمه وبيسبب ضرر
وجريمه وبيسبب وفاه. واليوم عم نشوف قد ايه هالببليك شيمينج، هالتشهير العلني للناس، هي رصاصه، يعني رصاصه افتراضيه، عم نقتل بعضنا. بقى شو نصيحتك بهذا الاطار محمود؟ هلا النصيحه الاولى بدكم تعتبروا انه لما تنشروا اي خبر عن اي شخص عم تتناولوه، حطوا حالكم محله، يعني هل انتم متاكدين انه هذا الشخص او هذه الجمعيه او هذا الطرف عن جد عامل هذه الشغله اللي انتم عم تحكوا عنها؟ فكرمال هيك دائما خلوا الشك موجود باي شيء بتسمعوه او بتشوفوه او يعني بتحللوه انتم، لانه كل واحد عنده كمية معينة من المعلومات ولكن بيجهل كميات أكبر من المعلومات. فلما أنا عم شوف فيديو بدي دقق فيه، بدي شوف تفاصيله، هل هيدي مثلا كرتونة المساعدات اللي مصورينها مثلا كانوا على طريق صيدا من بيروت لصيدا، هل هي فعلا رايحة مثلا لمراكز حزبية ولا في مثلا شعار بيقول انه لا هيدي تابعة للصليب الأحمر او الجيش اللبناني عم ينقلها، هل في شخص تاني حاكي عن الموضوع بانه عم يرسل هالمساعدات؟ يعني في دائما معلومات نحن بنجهلها، لازم نبحث عنها نتاكد منها، لانه احيانا كثيره هيدي المعلومات الخطا بتكون نوعا ما مثل اغتيال معنوي عم يصير لافراد ولا مؤسسات ولا جمعيات. شفناها بوقت كورونا لما كانوا عم يتهموا قرى او مجموعه من الطوائف او حتى المطاعم بانه عندها كورونا، فكان صاحب المطعم بعدين يعني على شوي حيصرخ ويخزق ثيابه انه لا والله المطعم عندي نظيف وجميل، ما تحكوا عنا هالامور. مزبوط مزبوط. محمود أنا بدي أشكرك كثير، إن شاء الله بيكون في عنا لقاءات تانية كمان لنحكي عن هالرغبة الدفينة بالتشهير العلني بأذية الناس هيك مجانية، إن كان على واتساب أو على كل مواقع يعني التواصل. ويعطيك ألف عافية، منتابعك فعليا، ومثل ما قلت لك بس يكون هيك شيء منفوت على تويتر عندك. هلا بعد شوي ضيفتي كمان يعني رح كمان بعرف إن متابعتك وبتعرف التفاصيل، منفوت لعندك لنتأكد من الحقيقة. شكرا كثير لك وبالتوفيق.